أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي ليله أو لم يصلي وتره في مبيته بمزدلفة؟ نعم، ما ذكر هذا، لكن بالرجوع إلى سنة الرسول وحث على الوتر، حث على الوتر وسنة إن ما يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، يقال أنه يوتر في مزدلفة على الأصل يعني. نعم.